السلام عليكم طلاب، محاضرتكم بالمحاضرة الأولى بالكمبيوتر Lecture 1 هي الـ MS-DOS، نظام التشغيل DOS. أوكي، إحنا عندنا مجموعة من أنظمة التشغيل، عندنا نظام التشغيل DOS، Windows، Windows B إصدارات يعني كل شوية، Windows XP، Windows 7، Windows 8، Windows 10، عندنا نظام التشغيل لينكس، نظام التشغيل يونكس وغيرها من أنظمة التشغيل. اليوم راح ناخذ أول نظام تشغيل هو نظام التشغيل الـ MS-DOS. عندكم كلمة الـ MS-DOS هي اجت من اختصار The Operating System، MS-DOS عندكم هاي بالبداية Derived from Microsoft Guest Operating System، يعني نظام التشغيل الـ MS-DOS هو مختصر من أو مشتق من مايكروسوفت ديسك أوبريتنج سيستم، يعني من شركة نظام تشغيل الخاص بشركة مايكروسوفت. أوكي، فعندكم هنا This Operating System is sold from Microsoft Company and it been used from IBM Company، يعني نظام التشغيل Operating System هو إنتاج شركة مايكروسوفت. أوكي، Company مايكروسوفت يعني من شركة مايكروسوفت اللي هي أيضا تستخدم شركة الـ IBM. فاسم الشركة اللي أنتجت نظام التشغيل MS-DOS هي شركة المايكروسوفت باستخدام شركة الـ IBM. The program in this operating system allow you communicate with your computer, your disk drive and your printer. يعني هنا عندكم تعريف الـ operating system. تعريف الـ operating system: The program in this operating system allow you communicate with your computer، يعني هذا البرنامج أو نظام التشغيل يسمح allow you communicate للاتصال with your computer مع الحاسبة and disk drive ومحرك الأقراص and your printer والطابعات. إحنا عندنا شنو؟ عندنا الحاسبة هي عبارة عن جهاز يعني جمال، تمام؟ فهذا الجهاز لازم أكو شلون أني أتواصل وياه؟ اليوزر المستخدم شلون راح يتواصل ويا نظام الكمبيوتر؟ يتواصل ويا نظام الكمبيوتر عن طريق نظام التشغيل. فعندكم تعريف نظام التشغيل هو النظام الذي يستخدم للاتصال بالحاسبة. يو ديسك درايف وكذلك يعني مع محرك الأقراص والطابعات. اوكي تمام، راح ناخذ هنا مصطلح، عندنا مصطلح الدايركتوري وعندنا مصطلح الفايل. مصطلح الدايركتوري هسه احنا عندنا دايركتوري or folder is a location on disk used for storing information about file. عندكم هنا مصطلح الدايركتوري هو نفس الفولدر، تمام؟ احنا هسه بنظام الحاسبه اذا نريد نسوي مجلد فولدر فهو نفس الفولدر بنظام الويندوز احنا نسميه بنظام الويندوز فولدر، بنظام الدوز نسميه دايركتوري. اوكي، فالدايركتوري دايركتوري or folder يعني هو اما انه اسمه دايركتوري او اسمه فولدر. Is location تعريفه هو is location on a disk used for storing information about file، يعني هو عبارة عن موقع موجود داخل القرص used for storing يستخدم لخزن information المعلومات والملفات. okay the directory contain the name of your file, the size of your file and the date they are create or list modified. يعني هنا عندكم الدايركتوري يحتوي على name of your file اسم الملف، تمام، ويحتوي على the size of file وحجم الملف، ويحتوي على the date they were created or list modified، وكذلك يحتوي على تاريخ، تمام، تاريخ انشاء او تحديث الملف. فعندكم الدايركتوري بثلاث اجزاء، الجزء الاول name of file اسم الملف، الجزء الثاني size of file حجم الملف، والجزء الثالث date of file هو تاريخ تحديث الملف، تاريخ إنشاء أو تاريخ آخر تحديث إلى. Under operating system Windows star in the term folder instead of directory. هنا عندكم هاي ملاحظة إنه أنا بنظام التشغيل Windows أستخدم مصطلح الفولدر بينما بنظام التشغيل الدوز أستخدم مصطلح الدايركتوري. أوكي، هاي كل شيء خص الدايركتوري. الفايل، فايل تعريف الفايل a collection of related data or program that is created by the computer. عندكم هنا تعريف الفايل هو عبارة عن تجمع يعني تجميع أو related data or program يعني البرامج أو البيانات
التي تتعامل مع نظام الكمبيوتر. اوكي، فهنا هساعدكم تعريفين. تعريف الاوبريتنج سيستم بالبدايه قلنا هو عباره عن برنامج اوبريتنج سيستم الاو يو كوميونيكيت، يسمح للاتصال وذ يور كمبيوتر، مع الكمبيوتر. وعندنا التعريف الثاني هو تعريف الفايل، والتعريف الثالث تعريف الدايركتري. هسه ناخذ مصطلح المالتي ليفل دايركتري. تمام، المالتي ليفل دايركتري يعني الادله الفرعيه معناتها. اوكي، المالتي ليفل دايركتري معناتها الادله متعدده المستويات. When you want to keep your file separate from other user or organization, your program into convent categorize. يعني عندما تريد الحفاظ على الملفات يجب ان تفصلها عن المستخدمين. تمام، يعني مثلا هسه انا اذا اريد اسوي عندي ملف فولدر، بهذا الملف مجموع طلاب جامعة العين المرحلة الأولى اللي سنة باشرة وعدنا. أنا إذا أخلي هذا كلهم أخليهم سوية فراح تصير هوسة، فلازم إيش أسوي؟ أسوي مالتي ليفل دايركتري، يعني أخلي الروت الأساس هو جامعة العين. تمام، بعدين جامعة العين بها كم كلية؟ بها 5 كليات. هاي الكليات أفرحهم فأكتب طب الأسنان، كلية الصيدلة، هندسة النفط، وهكذا. كل كلية أخلي داخلها الطلاب الخاصين بها. فهذا هو المقصود بالمالتي ليفل دايركتري. فهنا نقولكم على مود اني احافظ على الملفات يجب ان افصلها عن بعضها البعض وانظمها. شلون هسه انا اخذت المثال لكم وقلت لكم شلون ننظم الملفات. You can store your file into different directory، يعني نستطيع ان نخزن الملفات بادله مختلفه. This directory may contain other directory referred to the subdirectory، يعني هنا انا عندي الدايركتري تحتوي على يعني أدلة فرعية. This organizes the structure is called multi-level or the higher directory system. The first level is called root. The C, the D, the E. تمام؟ يعني أنا هنا عندي the structure هو يعني الهيكل، الهيكل مات الدليل. تمام؟ قلت multi-level. هنا عندي أنا عندي الرئيسي أسميه root، وبعدين أفرع منه الأدلة. مثلاً عندنا ال C والدي والدي. اوكي، هسه انا مثلا معطيكم هذا المخطط، طبعا هذا المخطط حفظ. هنا انا اقول لكم مثلا انا عندي root directory اللي هو الدليل الرئيسي. بالمثال اخذنا root directory ايش راح يكون؟ جامعه العين. تمام، هذا root directory راح يتفرع الى 3 فولدرات. الفولدر الاول مثلا كليه طب الاسنان، الفولدر الثاني مثلا كلية الصيدلة، مثلا الفولدر الثالث كلية التقنيات الطبية والصحية. هسه اجي على كلية طب الاسنان راح اخلي بيها فايل، الفايل هو الملف مثلا اسماء المرحلة الاولى، واخلي بيها اقدر يعني انه فولدر ثاني، دايركتري ثاني، هذا الفولدر اخلي بيه مثلا بقية المراحل، المرحلة مثلا الثالثة والرابعة. اوكي، نفس الشيء هنا عندي مثلا كلية الصيدلة، اقدر اخلي مثلا هنا اسماء المرحلة الاولى، المرحلة الثانية، هنا مثلا اخلي فولدر، وهذا الفولدر ايضا تكون داخله ملفات. مثلا عندنا هنا كلية التقنيات الصحية والطبية دايركتري، ايضا انا اقدر اخلي مثلا بها اقسام، مثلا قسم التخدير، قسم البصريات، الاشعة والسونار، وهكذا، واخلي بها الملفات الخاصة بها. فهذا هو المقصود بالمالتي ليفل دايركتري. هنا عندكم there are two type of file in MS-DOS system، يعني أنا هنا عندي نوعين من أنواع الملفات بنظام التشغيل الدوز. عندي البروجرام فايل وعندنا الداتا فايل، يعني ملفات البرنامج أو البرامج وملفات البيانات. خلينا نشوف البروجرام فايل شنو المقصود بها. البروجرام فايل contains the program or instruction of computer to execute the task. تمام؟ contain the program of instruction of computer to execute the task، يعني تحتوي على البرامج والإعازات الخاصة بتنفيذ الحاسبة. تمام، الخاصة بتنفيذ النظام بالحاسبة. الداتا فايل contain information used or created by program file image text table and number، يعني تحتوي لي على المعلومات الآن يعني أنشأها البرنامج. مثلا عندي معلومات موجودة بالحاسبة، مثلا عندنا image اللي يعني صور، text نصوص، ملفات، table جداول، number أرقام وغيرها. فعندكم هاي عندنا نوعين من أنواع الـ MS-DOS system، الـ program file والـ data file. والـ program file قلنا تحتوي على الإعازات والبرامج الخاصة بالنظام، بينما الـ data file تحتوي على الملفات والبرامج.
اللي موجودة بالحاسبة أو بالبرنامج. مثلاً أخذنا مثال الإيمج والتكست والتيبل والنمبر. The operating system MS-DOS store program file and data file in part of the hard disk file allocation table FAT. هنا نقلكم نظام التشغيل operating system يخزن الملفات والبرامج بجزء خاص بالقرص. Okay, the operating system MS-DOS store five attribute for each the attribute flower. يعني نظام التشغيل MS-DOS يحتوي لي على 5 صفات لكل ملف. هاي الصفات يمكن أن نوضحها بالنقطتين. Name of file, name of file يعني كل نظام تشغيل إنه أنا من أكتبه من أخزن الملفات. هذا الملف يجب أن تتوفر به شغلتين: name of file اسم الملف والextension of file name امتداد الملف. وهسه راح ناخذ الextension of file name بالتفصيل. هسه ناخذ name of file اسم الملف the character or symbol assigned to file يعني أما أن يكون رمز أو إنه يكون حروف تشير إلى الملف. أوكي هنا أما يكون رمز أو يكون حرف. تمام. The extension of file name امتداد الملف. The operating system MS-DOS store the file with extension. هنا نريكم نظام التشغيل بالMS-DOS من آني نخزنها بواسطة extension. The file extension يعني امتداد الملف help يساعد the operating system يعني يساعد نظام التشغيل determine the type of file. The file extension helps the operating system determine the type of file. Blue circle extension of file name. The file extension يعني نظام الملفات help يساعد the operating system يساعد نظام التشغيل determine تمام على تحديد the type of file نوع الملف. يعني أنا أعرف هذا الملف هل هو صورة هل هو برنامج هل هو text هل هو مثلا برنامج مكتوب بلغة معينة أعرفها من طريق الـ extension of name. فعندكم هاي جدا مهمة. الفائدة من الـ extension of name هو أني على مود أتعرف على نوع الملف شنو هذا الملف. The file extension helps the operating system determine the type. هنا أنا مطيكم جدول طبعا هذا جدول حفظ تمام. Extension of file الامتداد مالت الملف هنا شنو نوعه؟ يعني مثلا هنا أنا قايل لكم name. إذا إجاني امتداد com معناتها the file is command of MS-DOS يعني هذا الملف هو أحد تعليمات MS-DOS. إذا جاني ملف امتداده exe معناتها هذا executing program يعني برنامج تنفيذي. هسه مرات تنزلون برنامج من الويب تشوفون الامتداد مالته exe هذا برنامج تنفيذي تمام. ودائما برامج النظام تشغيل تكون exe. اذا شفتوا الاكستنشن bas معناته the file root in pascal language يعني ملف مكتوب بلغه باسكال. sys the file of system يعني هذا الملف خاص بنظام التشغيل. bmb the file is graph يعني هذا ملف رسومي تمام. جاي تلاحظون انه انا من خلال الامتداد اعرف شنو هذا الملف. مثلاً الـ DOC the file root in Microsoft Word يعني ملف مكتوب بالوورد. الـ TXT text file the file root is not bad program يعني هذا ملف نصي مكتوب بالنوت باد برنامج النوت باد. الـ S العفو الـ ASM معناته the file root is assembly language يعني هذا ملف مكتوب بلغة الـ assembly لغة التجميع. أوكي فعندكم هذا الجدول تحفظوه الـ extension of file والامتداد. The size of file the size of file in byte يعني هنا أنا حجم الملف دائما انه حجم الملف يكون بالبايت. اوكي الـ data of file تاريخ الملف data of file create or file modify يعني التاريخ مالت الملف. الـ data of file create or file modify يعني التاريخ مالت الملف تاريخ إنشاء أو تاريخ تحديده. time of file time of file create يعني هنا أنا الوقت اللي أنشأ به الملف أو وقت تحديده. أوكي if you have path مثلا هنا أنا عندكم أعطيكم مثال هنا أنا عندي c نقطتين slash معناته المكان اللي راح أخزن به الملف اللي هو بال c. هنا عندكم موصل مثلا اسم الجامعة موصل نانسين كلية تمير سكون دكيوغات يعني المرحلة الثانية ومطيكم الدي او سي. هسا هذا الملف شنو امتداد شنو نوعه؟ نوعه
ملف مكتوب بلغة الوورد. شلون عرفت ملف مكتوب بلغة الوورد؟ من كلمة document DOC. مين ذات the root directory؟ السي. هنا أنا أقول لكم إنه root directory الجذر الرئيسي هو السي. الموصل is next level، يعني إنه المستوى الثاني. Nothing the sub directory under موصل. هنا أنا يكون عندكم هو عبارة عن دليل فرعي مشتق من دليل الموصل. والسكند document هو اسم الملف وامتداده من نوع وورد. اوكي تمام. هنا عندكم سمبل اوف فورما اوف انستركشن بلو ذا سمبل. هنا عندكم يقول لكم هاي مجموعه من الرموز اللي موجوده بالملف لازم تحفظوها، يعني تعرفوها شنو عندكم. مثلا هذا رمز الضرب، تمام، هذا معناته it mean of anything of name of file extension of file، يعني انه اي اسم او اي امتداد. اذا شفتوا كلمة يعني مثلا كتبت a star نقطة star، معناته انه هذا رمز star معناته كل شيء، يعني بغض النظر عن الاسم كل الاسماء كل الامتدادات. عندكم هذا رمز علامة الاستفهام، اذا شفتوا طبعا احنا من راح ناخذ الامثلة الأوامر راح توضع عندكم. هذا الرمز اللي علامة الاستفهام it mean any one character or one number of one name file or extension of file. هذا الرمز يعني إنه يعني أي رمز، إذا أنا ما أعرف مثلا أعرف بس أول حرف وما أعرف بقية الحرف فأخلي علامة استفهام. السمبل it mean click and enter key. هذا الرمز معناته شنو؟ إن أنا بمكان ما أنقر، هسا أنا مثلا بالويندوز العادي أو بالحاسب العادية أنقر أنتر، هنا أنا ما راح أنقر أنتر وإنما أنقل هذا الرمز. عندكم هذا المثلث الفارغ it mean print blank، يعني أطبع لي سبيس. هسا أنا شلون بالحاسبة إذا أطبع سبيس من هنا من المصدرة، هنا أنا إذا إحنا قلنا نظام التشغيل دوز أنا ما أقدر إنه أنا أتعامل وي ما أقدر إنه أنا أتعامل والماوس، الماوس ما يشتغل، لازم كل شيء أسويه بنظام التشغيل الدوس لازم أكتبه كأوامر، تمام؟ لأن هو يسموه هذا النظام نظام الأوامر، هو نظام التشغيل ما كان أكو ماوس وما كان أقدر أتحكم أني عن طريق المؤشر مالت الماوس، وإنما إذا مثلا أريد أنقل ملف من مكان لمكان المفروض أكتب أمر ينقل لي هذا الملف، فإذا أريد أنقل سبيس المفروض أنقل عن طريق هذا المربع الفراغ. عندكم هنا هذا المربعين هذا القوسين it mean يعني option select يعني هو اختيار. عندكم symbol هذا slash to determine the path of any location يحدد المسار لأي موقع، بينما symbol هذا slash بالعكس use with some option of instruction راح يستخدم لتحديد بعض الخيارات للإعازات. شكرا، على المحاضرة الجاية إن شاء الله نكمل.